ترويض في البيبه ما لقيتش منين داز، شوفي التقبه منين دايزه. انا دابا جايه كل ظهري تيضرني، ما لقيتش منين داز، يحلوا لنا منين دوزو، ماشي شي ديره وشي حنو حنا ناكلوها حشومه. هادشي ماشي معقول، راه عيينا والله حتى عيينا. حيت اه ما عندنا في شنو؟ اه بسبب الحالات، ولكن حنا راه حنايا معدين علينا حشومه. دابا هانت دابا انا جايه من السبيطار، جايه من السبيطار دابا، راه تنطلب باش ندوز باش ندوز، راه مشيت تركده و60 عدز وسد عليا بحال بحال ما نعرف شنو، بحال حيوانات حشومه والله حتى حشومه بالله العظيم. تقنن هاد الناس، هاد المسؤولين اللي هاد الدراري اللي واقفين هنا مقبلين، راه ما عندهم حتى ذنب. الذنب ديال المسؤولين الكبار اللي ما عرفوا شيء يسيروا. هذا ماشي ذنبو، هذا ماشي ذنبو، الاخر ماشي ذنبو، ولكن الذنب ديال من؟ واش انا نخرج بيت انا الصباح بغيت نجي لهنايا ل 11 ونص عاد حليت حالوتي، انا ما حليت حتى ل 11 هنايا عاد حليت. واحد السيد الله يكثر خيره من اللي عيطت ليه قال لي ودي خليه يدوز، دزت للحانوت ديالي. واش حنا تسدوا علينا في ديورنا؟ سدوا علينا في ديورنا، جيبوا لنا ما ناكلوا في ديورنا، الا خرجنا للحبس. اما الا كنت غادي نقعد في داري في الجوع ديوني للحبس ووكلوني. اش وقع لي والله الا البارح شتا هكا تفكرت فيلم ديال الجزائر ما بين الحدود ما بيننا وبين الجزائر، ولا كيعيط لي راه واه فلان واه فلان. واش حنا ولينا في الحدود؟ ما عندنا حتى حاله. حصار هذا حصار علينا حنا، حاله ما كاين. اش كاين؟ الاصابات كيزدوا ما عندناش كيزدوا. داك الشيء اللي كاين كثير بالنسبه للدول، ماشي غير هذا. اي واحد هو اللي خصو يدير في هذا، الدوله خصها تدير واحد النظام في الصباح مثلا الناس كيخدموا. الناس ما يمكنش تحرم من العمل ديالها. كاين مستاد ولاد سبعه ولاد مسكينه كترزق الله يخصو. على الاقل يدير واحد الساعه في الصباح ياك وساعه في العشيه الناس ثاني باش تدخل. ماشي حرموا الناس، كون جيتي الصباح وتشوفي الدنيا كي كانت هنا. راه غتكون واحد الروينه الله يستر كي كانت هنا باش خرجوا الناس. خصكم تجيو مع السبعه وتشوفوا الناس كيفاش تعاني. الله يكون في العون. الناس راه محصوره ما عندهاش الدخل محدود، كيفاش غتسد عليه انت؟ ها؟ وتا الدوله الا بغات تسد على هاد الناس على الاقل تفكر لهم بعدا. ها؟ حنا كنشوفوا الطحينه والسكر والزيت كيوصل حتى ما عرفش فين دول. كاين شيخ كان مقدم كاين وزاره الداخليه يدخل ويشوفوا هاد الناس باش يدوروا عليهم اللي ما عندهمش ياك. في هذا الوقت الحرج ودوروا معهم شويه على الاقل ما يخليوش الناس ماشي ترجعوا من اللي غيرجع اليوم غدا بعد غدا ما يخدمش وهذا السيد عنده استاد ولا فيه غيمشي. يلا انت مثلا مسؤوله ديرو كنت موقف ديال هاد الناس ما عندك شيء فيه بشي فين غيمشي موت راه الموت اللي بقات مع هاد الناس نيجا قمع ما يخرجش شي يخدم يرجع في هذا فين غيمشي هاد السيد. والدوله خصها تدور في هذا الوقت الدوله كاين طحين كاين سكر في هاد البلاد كنشوفوا الطحين السكر كاين تزود توصل تل الصين علاش ما تدورش واحد الشهر ولا واحد السيمانه وخنيش السكر وخني ها شويه الطحين وشويه الزك هذا الناس شويه بال والناس مساكن كيفاش يداروا بقى يدوروا دابا انت عندك واحد اخر ما عندوش ما عندك شنو كتقولي دارو انت شديتي العام اللي داز ولا ما عارف ولا ما عرفتش دايره كاع وكان عندك ما تهضريش راه دارو راه واحد اخر ما عندوش راه كيسوفري راه كيموت راه كيردو الصباح كيجريو عليه السبعه الصباح كوحضرتي السبعه الصباح تشوفي الموت كيوقع هنا في الباب الناس راه كتعاني كتسوفري والدوله كتشوف السلطات هي مسكر الله يكون في عونهم راه حالو كيفاش غادي تيجي عند قايد باغي يضربو موصل بجنويه باغي يخرج يمشي يخدم يقتل كي غايدير هذا القايد ولا مخازني ولا بوليسي ها هو البوليسي لا حول راه عنده توا اوامر ها شكون اللي غادي مسؤول على هذه البلاد ها توا راه سولي زوردر هذا البوليسي ولا مخازني ولا اذا خصنا نشوفوا الناس الكبار اللي الحكومه هادو يتجمعوا على الاقل يفقدوا في هاد الناس باغي تحصروا ما يخرجش ما يخدمش وعطيه الطحين والسكر ما يمشي قمعه يموت من مره كاع هذا راه ماشي اش من قانون تيقول في هذا؟ ها؟ فين حنا في حقوق الانسان؟ وفي هذه الظرف وفي هذه الظرفيه هذه؟ إذا كان حقوق الانسان مطبقة في هذه البلاد وكنشوفوا هذا أمير المؤمنين راه كيشوفك كذا فين هذا؟ هنا فين خصها تبان؟ كاين صندوق ماشي شي واحد غيعطي من جيبه ولا كاين دعم كاين صندوق الدولة عندها صندوق علاش؟ باش يشفروا الدولة ولا باش يسلفوا باش يعطوا يجيبوا خمسة طحين السكر وحنا كنشوفوا الملاير كتزوط في البلدان حدانا كنشوفوا بعينه وبنادم كيموت حداها بالجوع سمح لي الله يعاونك عاوتاني هذاك الشيء ديال جي 5 القامرة المدينة كلشي محلول طاكسيات تتهز كورسا كدور باش تحطها تيسدو عليك البيبان كاملين تيقول لك سير عند الاخر شي عند الاخر سير عند الاخر كلشي مسدود حنا في التقدم هنا الناس ما لاقيه ما تاكل كاينين اللي تيصيفطوا كاين شي بنات تيمشيو يديروا العجب باش يجيبوا هذاك الرزق وحرام وكيوكلوا به عائلته. اليوم في الصباح اليوم غلقوا في الصباح
الله يهز علينا هذا الوباء، هو اللي قاتلنا، الله يهزو علينا. تنطلبوا ربي من عند الله يهز علينا هذا الوباء. انا لا لا، ها حنا في الزنقه سعود ما كاينين حالات، سمعتهم البارح قالوا كاين واحد الحاله في البلوك، بلوك مور سميتو تما، فاش كاين واحد الحاله قال لك داو جوج حالات، المراه والام ديالها، الام ديالها داوها للسويسي في الانعاش، والبنت ديالها داوها ل سميتها دالها داوها لسيدي سليمان. كاين واحد الكثافه السكانيه، واحد التزاحم، واحد التراكم على الناس على البيبه، منين غادي يخرجوا ما لقاوش الناس منين غادي يخرجوا. انا واحد من داك السكان، انا دابا تنتسنى ورقه لاطوريزاسيون ديال الخدمه باش غنخدم. هضرنا مع السيد القايد صباح قال لك راه ما كاينش حتى واحد ما يخرج، حتى واحد ما يخدم. حنا بغينا نعرفوا هذا القرار، هاد الناس الا ما خدموش هاد الناس من غادي يمشيو. انا تنخدم في القطاع الخاص، اللي مسمي بالقطاع غير المهيكل، يعني انا الا جلست من غدا غادي نصبح مطرود من العمل. انا رب اسره، عندي ثلاثه ديال الوليدات وكلهم تيقراو. حنا خلصنا المدارس، خلصنا لاسيرونس، خلصنا المسائل القانونيه ديال المدرسه. ملي اتجهوا وليداتنا للمدرسه قالوا لهم الناس ديال حي الرشاد ما يقراوش. هاد الوليدات واش غادي يضيعوا في هاد المده هادي؟ دابا ما كاين حتى وسائل التواصل ما بينهم وما بين المؤسسه ديالهم. هاد شويه الوليدات غادي يضيعوا؟ حنا ما بغيناش وليداتنا يضيعوا، الا ضيعنا حنا وليداتنا ما يضيعوش. وحنا تنطلبوا، حنا ماشي ضد السلطات، حنا الحمد لله مع السلطه، وحنا اللي دار الاوامر اللي دارت السلطه حنا معاهم. غير هو الصباح تيكون واحد التراكم، واحد الاكتظاظ ديال الناس، وكاين الناس راه النهار ديالهم الا ما خدمش ذاك النهار راه ما يلقاش باش غيوكل ولادو. وكاين الناس هنا ولاد المنطقه راهم خدامين مع السلطات وعارفين هاد الامور هادي. وحنا تنشكروا جلاله الملك وحنا في الصف ديالو، وحنا القرار اللي نزل حنا تناخذوه، حنا مع السلطات، حنا ماشي ضدهم. حنا شوفي من هادشي شنو كامل تنطلبوا، تنطلبوا يحلوا لينا لي بارير الناس. شوفي لي بارير، وهنايا شوفي تيشوفوا هنا وين يدخلوا داخل الحوانت، ما تيسدوا حتى لربعة الصباح. الجوطية عامرة، حي رشيد راها ما تعرفتي، راه مقهورين. تقهروا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.